اي حاجه خلي طالع عندها واحده من الصندوق ويجي لها. هاي الحين دخلت القوات الامنيه الى حي الانتصار، حاولنا نساعد المواطنين بتزويد الكهرباء وتزويدهم بالكهرباء والمساعدتهم. يعني هاي المولدة تابعة لكم للجيش؟ نعم للجيش. زين دا شغلوها؟ نعم دا نشغلها ونجيب لها غاز. زين هاي المن هي هاي المولدة؟ للجيش اللواء الثالث فرقة الأولى. لا المن يعني شغلوها تعطون كهرباء للمواطنين؟ للمواطنين. للمواطنين نعم. يعني هاي انتو جبتوها من عندكم؟ نعم. على مود تعطون كهرباء للمواطنين؟ نعم.